السلام عليكم الزول فلوان، مرحبا بكم في قناه كويزينيزا. مرحبا بكل المتتبعين والمشتركين ديالي، ونقول لكم يعطيكم الصحه. نتوما اللي تدعموني وتشجعوني باش يعني نكمل معكم، وكما دائما نقول لكم ان شاء الله يا ربي يوفقني باش نكون في حسن ظنكم. كما لا فيديو تاع اليوم ندير لكم تحليه، يعني بما انه قريب رمضان يعني نديروا تحليه لسهره تاع رمضان، سهره رمضانيه. هاد التحليه هي ديفيرين بالبنان ولا فخاز بكريمه سهله، يعني تمتم ديروها. المقادير وشنو هما؟ لا بروميير دي شوز عندي القاعده هما لي بيسكوي. هاد لي بيسكوي عملك عندهم كل اذواق، كاين كل اذواق منهم، ولا غير هايلين هادو. كنشرو منهم ملح للتحليه، ملح تشربوا بهم قهوه، حليب وكامل، كاين كل ذوق، كل اذواق، يعني بكل اذواق. هذا كيما هذا او بيغ بيغ بالزبده، يعني بيغ بيغ الكو تاع هذا هايل تاع الزبده، هذا ثاني هايلين. وهذا ثاني تاع لانوات كوكو، ها هي كاين تاع لانوات كوكو، كاين بالقرفه، بالقرفه ثاني هايلين، كاين يعني كل بكل اذواق. فوالا هم قاعده، هذا هما 10000، هذه تاع لانوات كوكو 10000، وهذه تاع لو بيتي بيغ 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 هذه 11000. هذه باسكو بنينه هايله. فوالا نتمنى يعني تجربوا هاد لي بيسكوي هادو. فوالا هم ليك يجوا هكذا هما، هم ليك يعني بدينا منهم، تشربوا بهم قهوه ولا ديروا بهم تحليات. فوالا عندي هادو كقاعده. عندي هنايا دي فخاز، هاد لي فخاز اني قطعتهم كيما راكم تشوفوا، درت لهم السكر وعصره تاع القارص، ونخليهم يعني يتماسيراو هنا باش يطلقوا كامل لو جي تاعهم وباش يعني يبنانو. فوالا كيما راكم تشوفوا هاوليك هكذا. عندي هنايا بنان، هاو البنان يكون طايب. فوالا عندي لا كريم فريش، هادي كريم فريش عندها 20 سنتيليتر بلوتو سمحولي. عندي دو بوا تاع فرماج فخي، هذا بتي سويس فرماج فخي، هادو هاد الكبار، من هاد الكبار عندي زوج منهم، وهادو ندير لهم هاد الزوج فرماج تاع بورسيون، ندير زوج نخلط معاهم هادو. فوالا هاد الطبقه الاخيره هادي، ومن بعد نوري لكم واش نديروا بها. فوالا دوك نروحوا لطريقه التحضير. عندي هنايا جيب ان ريسيبيون، هاد الريسيبيون انا حطيته في الكونجيلاتور كما راكم تشوفوا. هاد الريسيبيون حطيته في الكونجيلاتور بهاد لي فوي باش ندير نطلع لا كريم فريش. سمحوا لي ما ذكرتش بلا في المقادير العسيله، العسيله اوليو ديروا السكر ديروا العسيله. لا كريم فريش هادي هايديك. فوالا عندي لا كريم فريش، ندير لها زوج مغارف كبار ولا ثلاثه على حسب كل واحد كيفاش يحب الحلاوه، باسكو كاين البيسكوي وكاين. فوالا ندير زوج مغارف ولا ثلاث مغارف تاع العسيله هكذا. حبيتو ديروا السكر ديروا السكر. فوالا نطلع هاد لا كريم فريش نطلعها بالباتور، ومن بعد نولي ليكم. فوالا هايليك لا كريم فريش طلعتها كيما راكم تشوفوا، وهاوليك لو فرماج لي زتلو لي دو بورسيون فرماج بخي، هذاك زتلو دو بورسيون دو فرماج بورسيون. فوالا ها كي زتلو هذاك الفرماج بورسيون شوفوا يعني شغل شد روحو. فوالا هكذا لا كريم فريش، نتوما الحلاوه كيما تحبوا ديروا لها. انا درت لها ثلاث مغارف، تقدروا ديروا لها حتى اربعه ولا خمسه، كل واحد كيفاش يحب الحلاوه. هكذا نخلط هاد لي دو كريم، هاد الفرماج وهاد لا كريم فريش، نخلطهم في زوج. تقدروا ديروا لا بودغ دو شونتيي ولا ديروا هكذا برك، يعني لا كريم فريش نورمال هكذا. خلطوا هاد لي دو كريم مليح باش يعني تدامجوا في زوج هكذا. ها هم فوالا هاي تخلطت لا كريم، نحي هذا. عندي هاد لي فيرين، فوالا هاد الحباب انا، ومن بعد نشوف لي نزيدو لا
هاد البنان انا قطعته هكذا اون غوندال ودرت له العصره تاع القارص باش ما يكحلش. دوك نديرو المونتاج هادو ومن بعد عندي هنايا هذا تاع نخلط ندير ميلونج ندير هادو نص نديرهم بهاد بهاد البسكوي او بيور بير يعني بالزبده تاع الزبده والاخر نديرهم تاع لا نوت كوكو. ها هو تاخدي هكذا تفتي هكذا تاخدي قهوة سريعة الذوبان نسيت ما قلت لكمش هكذا عندي قهوة سريعة الذوبان ديروا هكذا شوية يعني باش يتشمخ شوية هاد لو بيسكوي غير شوية ما تكتروش هكذا باسكو كاين دوك نديروا الكريمة هكذا ندير دو بيسكوي منا ندير من ما تفتوهمش مليح مليح ما تفتوهمش حتى وين يولوا اون بودغ باش هكذا يبانوا شويه كي تعمري بالمغرفه يبانوا. وهادو الاخرين نديرهم بهذا تاع لا نوات كوكو. بعد ناخذ الكريمه ندير لهم شويه قلت لكم شويه تاع القهوه هيدا من الفوق غير شويه ما تكتروش باش يطراو شويه هو سريعه الذوبان ولا اللي حبي يدير الحليب يدير الحليب كيما تحبوا. ناخذ شويه تاع الكريمه ايضا ندير شويه تاع الكريمه ندير البنان لي غوندال هكدا تاع البنان تحلية رمضان هكدايا نزيد شوية تاع الكريمة فوالا ونخلي الطبقة الأخرى كيما قلت لكم بلا فخيز. دوك نوريلكم كيفاش نديرها هنا تحلية بسيطة هادي تاني كيف كيف نعمرها ديرها غير زوج مغارف هكدا ابيبخي ندير البنان قطعوهم كوب ولا قطعو كيما تحبو نزيد الكريمة تحلية سهلة فوالا. دوك نكمل هادو كامل نعمرهم من بعد نولي ليكم ونكملكم تتمة الوصفة. هامليك لي فيرين تاعي حطيتهم بردو باش يشدو روحهم شوية. هاديك لافخيز اللي قلت لكم عليها درتها داخل كاسرونه هاي بلو جو تاعها هاي ليك وزدت لها شويه تاع الماء هكذا قيس انكا 4 كاس تاع الماء وزدت لها مغرفه تاع الواسمو فلون تاع لافخيز. انا ما كانش عندي لافخيز كانت عندي كراميل فوالا درت لها تاع الكراميل الكراميل يخرج به بنين سينو الا عندكم على لا كولور ديروا الفلون تاع فخاز باش يشد روحو فوالا. وسخنوا شويه في الماء مام هاد لافخاز طيبوها مع هاد الجو وهاد الفلون فوالا. ومن بعد خلوها تبرد لازم تبرد ومن بعد ديروا هاد لافخاز من الفوق كوم ديكوراسيون فوالا. هكذايا ديروا الطبقة تاع لافخيز. انا لي فيرين تاعي شويه تواساو منا كي يكون عندكم لي فيرين كبار انا ندير لكم نوري لكم غير الفكره يعني وانتوما على حسب لي فيرين اللي عندكم فوالا. ديروا طبقه هكذايا تاع الوسم ولا عندكم دي بول ولا ديروا طبقه تاع هدايا بلو جيب كلش تقعد اون كوش هكذايا ايباس فوالا. انا هاد لي فيرين تاعي يعني شويه مواسيه ها هو هما امبردين دوك يجمد الفلون راكو عارفين بلي يجمد
وديروا شويه هكذا تاع تاع الوسمو لي جو. وانتوما كيما قلت لكم ديروا طبقه كامل تاع الوسمو تاع لي جو هذا تاع لا فريز تاع الفلون تاع لا فريز هكذا يا وخلوه حتى يبرد فوالا هكذايا دوك انا نكمل كامل هادو ومن بعد نخليهم يبردوا حتى يشدوا روحهم مليح باش يعني تاكلوهم فوالا هايديك التحيه ديالي لي فيرين ديالي لي درتهم بالبنان والوسمو والافخاس هامليك بعد اللي خليتهم في الفريجيدار خليتهم حتى وين بردوا شدوا روحهم مليح هامليك تحليه بنينه وسهله ها هي ان شاء الله يا ربي تعجب لكم هذه الوصفه تحليه بنينه ديروها في رمضان سهره تاع رمضان هامليك ان شاء الله يا ربي تعجب لكم وانا متاكده بلي راح تعجبكم وتعجب الاطفال ديالكم وديروها للضيوف وكامل ان شاء الله يا ربي تعجب لكم الوصفه وديروها الا كان عجبكم ديروا لي جيم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر باذن الله.